قاسم الشعراء عاصفات المحن وبالمحبة نمسح. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر الجزير لأهالي هذه القرية الشريفة المباركة والقرى المجاورة التي استضافت حفلكم هذا، فلهم الشكر جميعاً. ستكون الكلمة من خلال خمسة محاور فيها رسائل موجهة لكل القوى وكل الحركات، القوى الشبابية، مؤسسات المجتمع المدني، الرموز، العلماء، السلطة، العالم كله، العالم الحر الذي وقف مع شعب البحرين في مطالبه العادلة. الانتخابات التكميلية، أول عنوان. في البداية أتقدم لكم بجزيل الشكر والعرفان أيتها الجماهير المحتشدة من رجال ونساء وكبار وصغار على وقفتكم التاريخية الشجاعة من تصفير مراكز الاقتراع. من تصفير مراكز الاقتراع في الانتخابات التكميلية برغم اشتغال المطبخ السري الذي تديره شبكة البندر الظالمة والمال السياسي اللامحدود الذي اشتغل طوال الليل والنهار بسياسة الترهيب والترغيب لجركم لتلك الصناديق المزيفة، ولكنكم قفزتم على ذلك وتجاوزتم ذلك وصفرتم تلك المراكز التي حولتموها إلى وكر أشباح ينعق فيها البوم والغربان، فكانت النسبة لا تتعدى في الحقيقة 10% كما أعلن سماحة الأمين العام في الحشد الجماهيري السابق. نعم، حينما نتحدث عن 17% من نسبة المشاركة مع دخول المال السياسي والمطبخ السري، فالنتيجة الحقيقية لا تتعدى 10% في مراكز الاقتراع برغم سياسة الترهيب والترغيب، وقد فعلتموها وصفرتم تلك المراكز، وستفعلونها غداً، وسنقرأ إن شاء الله جميعاً سورة الفاتحة المباركة على هذه الانتخابات وعلى المجلس اللاشرعي. اعتقال النساء والحرائر هو العنوان الثاني. إن الذي تقوم به السلطة من ممارسات وأساليب في اعتقالها للنساء يندى له جبين الإنسانية. نعم، يندى له جبين الإنسانية، وهو بعيد كل البعد عن قيمنا الدينية والأخلاقية وأعرافنا وتقاليدنا العربية الذي يتغنى بها الميثاق ويتغنى بها الدستور وتتغنى بها كل الأعراف والقوانين الدولية في العالم. نعم، كانت هذه الممارسات هي ممارسات دنيئة وغريبة عن هذا المجتمع المحافظ الإسلامي الأخلاقي، ولم يقدم نظام عربي في ربيع الثورة، لم يقدم نظام عربي على ما أقدم عليه نظامنا المبجل بالتعامل مع النساء بهذه الطريقة الدونية المزرية التي تكشف عن وقاحة تلك السياسة ودناءتها.
وكانت الدولة والمجلس الأعلى للمرأة يقيمون الدنيا ولا يقعدونها بشأن قانون الأحوال الشخصية ادعاءً للحفاظ على الأسرة وعلى المرأة دعاءً وزوراً. وها هو المجلس الأعلى للمرأة لم ينطق ببنت شفة أمام هذه الانتهاكات التي مضى عليها أكثر من 7 أشهر للنساء من اعتقالات وامتهان كرامة النساء وتعذيبهن. ولكن برغم هذه النداءات فلا مغيث ولا مجيب إلا من الأحرار والشرفاء من علماء اعتصموا في حوزة السيد جواد الوداعي حفظه الله، وسياسيين، وبعض المنظمات الدولية كمنظمة العفو الدولي وهيومن رايت ووتش، ومن النساء الغيارة الذين اعتصمن بالأمس احتجاجاً واستنكاراً، فلكم كل الشكر أيها الأخوات والبنات. فلكم كل الشكر على مواقفكم البطولية التي انهزم فيها الكثير من الرجال، نعم الكثير من الرجال، ما يسمون بالإسلامويون وما يسمون بالأعراب. أين غيرتكم؟ أين مبادئكم؟ أين دينكم؟ أين مذاهبكم من هذا الفعل الشنيع، من هذه الازدراءات لكرامة النساء وحقوق النساء؟ إن لم يكن لكم دين كونوا، وإن لم تكونوا عربا كونوا أحرارا في دنياكم. وأن الحرائر، ونقولها بالفم المليان والإرادة الصلبة، إن هذه الأساليب الابتزازية لن تزيدنا إلا إصرارا على مطالبنا وعزما على المضي في طريقنا نحو أهدافنا الكبرى. وأن الحرائر من نسائنا المعتقلات والحاضرات هنا هم رهاننا في النصر ورأس شرفنا الشامخ لحياة العزة والكرامة. فشكرا لكم. العنوان الثالث: تثبيت الأحكام القاسية ضد الرموز الدينية والسياسية. إن تثبيت الأحكام السابقة والقاسية والظالمة ضد الرموز الدينية والسياسية من قبل المحكمة العسكرية التي أكدت تلك الأحكام الجائرة ضد هؤلاء الشرفاء الأحرار من أساتذة ومن علماء ومن رموز دينية وسياسية، نعم تثبيت هذه الأحكام هو بمثابة تكريس لواقع الظلم وتعميق للأزمة الدستورية والسياسية التي تعصف بالبلاد، لأن هؤلاء سجناء رأي حوكموا وفقاً لمعتقداتهم السياسية وتبنياتهم الفكرية، وستبقى قضيتهم هي الجرح الغائر في جسد هذا الوطن المدمى. فإننا نطالب بالإفراج عن كل سجناء الرأي والأحرار، وإلا فإن البلد سيسير إلى المجهول. نطالب بالإفراج عن المساجين. الرسالة الرابعة: الأحكام العسكرية ضد الكادر الطبي وحكم الإعدام. لقد سجلت السلطة سابقة تاريخية ليس لها مثيل من قبل ومن بعد، حينما أقدمت على محاكمة الكادر الطبي وتجريمه بإصدار الأحكام الصورية والتعسفية ضده، وجريمته الوحيدة لأنه قام بتطبيب ومعالجة جرحى وضحايا رصاص الأمن البواسل، نعم رصاص الأمن البواسل. وأن العلاج هو حق إنساني لا يسقط حتى في أعتى الحروب والنزاعات الدولية، إلا أننا في البحرين على خلاف ذلك، حيث تم إصدار الأحكام القاسية عليهم والتشهير والتحريض بهم لمجرد كانوا شهود أحياء على تلك الجرائم
التي ارتكبت في حق شعبهم وستبقى محافظتهم وصمة عار لم تمحو أبدا، وهي مأزق للسلطة لن تخرج منها مهما تبلدت أو تلبدت وتنكست. فلكم الشكر والتقدير من جماهير شعبنا، وهو يعاهد الله بأن لا يترككم مهما كانت التضحيات، وهو معكم أيها الشرفاء الأحرار. حرية 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 لأصحاب القضية، دفعتم أدية فليخرجوا سويا، أفكارهم سلمية. حرية حرية. الخطاب الخامس للسلطة بعد مرور أكثر من 7 أشهر على تطبيق سياسة الحل الأمني والقمعي وفشله الذريع. نعم، نحن أمة قاومت في ظل قوانين الطوارئ التي طبقتموها علينا بلا رحمة ولا رأفة، واستطعنا أن نخرج وأن نسير على الطريق. نعم، في ظل فشل تطبيق قانون الطوارئ وفشل ما يسمى منتدى الحوار الرسمي، نعم ليس منتدى الحوار الوطني، منتدى الحوار الرسمي، وفشل سياسة الإعلام التحريضي المدفوع الأجر لحمالي الحطب ومصاصي الدماء، هؤلاء حمالين الحطب ومصاصين الدماء من كتبة ما يسمون بالصحفيين، وخصوصا في جريدة الفتنة وفي بعض الجرائد التي التحقت بها في هذه الأيام، التي في الحقيقة توزع حطب الحريق في كل ربوع الوطن. نعم، فشلت هذه السياسة البغيضة، هذه السياسة التفتيتية التجزئية، وانتصرتم من خلال إعلام خارجي ومن خلال منظمات دولية وقفت معكم ومع قضيتكم العادلة. ولن تستطيع هذه الأقلام وهذه السياسات الزائفة التجزئية البعيدة عن الواقع أن ترجعنا للوراء أو أن تخبطنا عن مطالبنا. وفشل سياسة الإعلام التحريضي المدفوع الأجر لحمالين الحطب الذين يقودون الحرائق في كل ربوع الوطن، وبعد فشل الانتخابات التكميلية وأصبحت في نظر الشعب نسياً منسياً، ماذا تبقى أمام السلطة أن تفعل أو أن تقدم من حلول؟ فما عاد شعبنا الأبي يقبل أن يعيش في ظل حكومة معينة ينخرها الفساد والمحسوبية من كل صوب، ولن يقبل لنفسه برلمان منقوص الصلاحية يأتمر بأمر السلطة وكوابحها يصادر إرادته، ولن يقبل بدوائر انتخابية جائرة خططت بقلم الطائفية والفئوية، ولن يقبل بقضاء مسيس وأمن فصل على مقاس السلطة على حساب الشعب ومكوناته أو لحماية مكون على حساب آخر. هذه السياسات والمفاصل في الحكم هي منبع الدكتاتورية والتسلط والنفوذ والثراء غير المشروع. فهل تقبل يا شعبي الكريم أن تعيش في ظل هذا التخلف من الأنظمة الشمولية؟ فهل تقبلون؟ إن شعب البحرين شاور أبو، إن شعب البحرين أصبح اليوم مكون الرئيس في ثورة الربيع العربي، وأن مطالبه لا زالت هي أقل المطالب في ذلك الربيع، ولن يتنازل عن حكم ديمقراطي معالمه الحكومة المنتخبة التي تمثل إرادة الشعب وبرلمان كامل الصلاحية ودوائر عادلة وقضاء مستقل، وأمن الجميع من دون تمييز.
أحبتي، أحبتي رسالة أخيرة وأختي، أحبتي مهما كانت الجراح والمصائب التي نعيشها جميعا من جراء هذه الأزمة الطاحنة التي تدور روحها في هذا البلد الحبيب ومنذ عقود، إلا أننا ليس من حقنا ولا نستطيع ذلك أن نلغي أي مكون يختلف معنا. نحن أكبر من ذلك وأوعى من ذلك وأرحب من ذلك. لا نستطيع أن نلغي أي مكون يختلف معنا، لأن مصيرنا واحد وعيشنا مشترك، وهو ينتظرنا جميعاً ذلك المصير. وأننا لسنا معنيين بالأصوات النشاز التي تطالب بشقب طائفة أو مكون من هذا البلد، لأنه أضغاف أحلام، ولسنا بتأويل الأحلام بعالمين. شبابنا المثابر والشجاع والواعي والمجد، أدعوك بكل محبة وبصيرة أن لا يستغلنا أحد ويجرنا إلى خيار العنف والذي قد يخطط لكم منذ 14 فبراير. فالحذر الحذر واليقظة اليقظة. لقد حققنا بسلميتنا الحضارية ما لم تحققه كثير من ثورات وشعوب الأرض، وأننا قد اختصرنا الزمن نحو تحقيق أهدافنا ومطالبنا العادلة. أحبتي، التحدي أن نبقى في هذه الساحات، في هذه الساحات حتى تحقيق مطالبنا. لن نغادر هذه الساحات في الليل وفي النهار وفي كل يوم وفي كل أسبوع. منصورين والناصر الله وهو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.